جسد واحد وروح واحد، كما دعيتم أيضا في رجاء دعوتكم الواحد. رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، إله وآب واحد، للكل الذي على الكل وبالكل وفي كلكم، ولكن لكل واحد منا أعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح. لذلك يقول: اصعد إلى العلاء سبا سبيا وأعط الناس عطايا. وأما أنه صاعد فما هو إلا أنه نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى. الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل، وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض رعاة ومعلمين. لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح، كي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم بحيلة الناس بمكر إلى مكيدة الضلال، بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح، الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤازرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة. حد لاحظ إيه الكلمة تكررها؟ هي طلعت 4 مرات مش 3. نعم؟ دي واحد كتير قوي. هو أنا أصل في الجزء اللي هو من 7 النازل. ماما في مية ورايا؟ تتعب الجفاس مش حاضر طول. لا دكتور ده سريع الندهة. ماري جرجس. ماري جرجس. وأنا نسميه نزي ماري نزيه بشاي. أصل جرجس أرثوذكس مش كاثوليكي. فأنت هتبقى للكل بقى. شكرا حبيبي. كتر خيرك. لا مش مشكلة، شكرا. كلمة كل واحد متكررة كتير، يعني طبعا ما خطرتش ببالي، لكن كلمة تاني متكررة قليل أقل كتير من واحد. البعض برضو متكررة كتير صح.
اللي هي كلمة إيه؟ جسد برضو متكررة كتير. إيه نسن؟ قول عندك حاجة تقول إيه من عدلي؟ مش يعني مش فاكرك عارف حاجة بس بتحنينة يعني. نعم يا حبيب قلبي I love you. كميلة أنت. هو كل ده متكرر يعني، بس هي كلمة قياس. قياس متكررة 4 مرات. فإحنا نصلي ونبدأ تأملنا بهذه الكلمة، مرة بحسب، مرة يعني ليها كلمة قبلها تفسرها يعني. يا رب نشكرك، نمجدك، نعظمك لأجل نعمتك وحنانك ورأفتك. ما أمجدك يا رب إله أمانة لا جور فيك. نشكرك يا سيد، نشكرك، ما أعظم الوجود في حضرتك. ما بنعرفش إيه اللي بيجرى فينا ولا هنعرف إلا لما نوصل فوق. أعطنا رب أن وجودنا في حضرتك يتمكن فينا ونكون في حضرتك بحسب ما تشاء عشان نستفيد أكبر فايدة بقياسك الإلهي. تكلم إلينا فنحن عبيدك سمعين يا رب. آمين آمين. هنرى الجزء ده تاني باختصار كده يعني، مش بالتفصيل، وهنركز على حول كلمة قياس في كل مرة. فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها، بكل تواضع ووداعة وبطول أنات، محتملين بعضكم بعضا في المحبة، مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام. كل ده كان موضوع الصبح يعني. رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، إله وآب واحد، الموضوع كان بتاعنا. للكل الذي على الكل وبالكل وفي كلكم. عدد 7 بقى بيبدأ بموضوع أول كلمة، أول عدد فيه كلمة قياس. ولكن لكل واحد منا أعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح. لذلك يقول الصاعد إلى العلاء سبيا وأعطى الناس عطايا. أولا إيه حكاية سبا سبيا دي؟ هو فوق يعني عمل حرب وسبا، وبيقول الصعد إلى العلاء يعني السبي فوق مش تحت. الصعد إلى العلاء سبى سبيا، والسبي ده هو اللي على أساسه أعطى الناس عطايا، لأنه المفهوم يتفهم كده يعني. المسيح لما كان على الأرض ما كانش يمكن أن يسبي هذا السبي، وبالتالي كان لا يمكن أن يعطي الناس عطايا. هو أعطى عطايا كتير للناس، بس مش زي العطايا اللي ادها بعد ما صعد إلى السماء. أعطى شفاء بكم من وافر جدا، أعطى قيامة من الأموات، أعطى شبع. العطايا كلها اللي أعطاها المسيح وهو هنا هي
عطايا مريحة جدا للبشر، شافية، مشبعة، لكن العطايا اللي اداها بعدين لها صبغة أخرى خالص. إيه هي الصبغة بتاعتها؟ معناها إنه بعد ما سابها السبي، طب إيه هو السبي اللي ساباه؟ السبي اللي ساباه إنه أكمل مشيئة الله. لم يكمل الرب مشيئة الله بالكامل إلا في الصليب، لأجل ذلك مكتوب كمل رئيس خلاصهم بالألام. بدون الصليب كنا ما خدناش حاجة خالص، كنا خدنا الشفاء وخدنا الأكل وخدنا الكل، لكن ما كناش خدنا العطايا دي. لماذا؟ لأن مكتوب أن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن المسيح لم يكن قد صلب بعد. صلب الرب في تمجيد للرب، أنه سبى السبي، أكمل كل الموانع اللي كانت تمنع عطاء الروح القدس للبشر وسكن الروح القدس للبشر. في العهد القديم كان الروح القدس ما يسكنش خالص، كان يعمل النبي أو المكلف من الله عمل روحي، العمل هو عمل الروح القدس. جدعون لما انتصر، موسى لما عبر، كل ده، لكن لم يسكن الروح القدس لا في موسى ولا في غير موسى. فحينما قال يسوع قد أكمل وعلم تلاميذه 40 يوم، بعد ما صعد على طول بعدها ب10 أيام سكب الروح القدس. والرب نبه بطرس، التنبيه اللي بطرس ما خدش باله والدنيا داخل بعديه، قال لهم انتظروا في أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. القوة دي لبسوها في اليوم العاشر بعد صعود الرب، على طول بعد 10 أيام، وربنا قصد يأثرها. يعني يوم 50 محسوب منه 40 يوم اللي قضاها الرب يعلمهم هنا. في يوم 50 أي اللي هو بعد القيامة ب50 يوم، منهم 40 يوم كان الرب قاعد في الأرض. أثرها خالص، المطلوب انتظار 10 أيام. بطرس عمل فيهم القرعة مش هيكلية، هم سموها هيكلية بعدين، ودخل واحد تلميذ، وبطرس اختار تلميذ مش تلميذ، اختار رسول. طيب ايه اللي يمنع ان البابا الكاثوليك يختار رسول؟ ما بطرس اختار رسول، واختيار بطرس نفسه غلط، واي اختيار لاي انسان لرسول المسيح ده تخلف. ايه البني ادم ده اللي يختار رسول المسيح؟ فالعطايا اعطيت بعد يوم 50. ايه العطيه دي؟ العطيه تنالون قوه متى حل الروح القدس عليكم، وبالتالي وتكونون لي شهودا. طبعا بطرس ما شاهدش في ال10 أيام دي، ما شاهدش، لكن هو زهق وهو متسرع شوي او متسرع كتير، فعملها شغلانه وقصه يتسلى بقى. فاختاروا عملوا قرعه وطلعوا واحد، وكان ده يعني لا علاقة له بالوصية التي قالها له ربنا. فيقول كده الكتاب هنا، الصاعد إلى العلاء سبى سبيا، أي أخذ إكليل الانتصار على الشيطان، وأصلا إكليل إتمام مشيئة الله بالكامل، فكل شيء قد أكمل وقد تمت المصالحة، والآن يعطى الروح القدس البشر في ميعاده اللي هو في يوم 50 اللي هو في الباكورات، يعني باكورة العمل خلاص، العمل ينطلق، انطلق العمل في الأرض، وده كان في يوم 50.
عدد 7، ولكن لكل واحد منا أعطيت النعمة. إيه النعمة دي؟ برضو بروح القدس. برضو بروح القدس. بالنعمة أنتم مخلصون، وذلك ليس منكم بل من الله، هي عطية الله. وحصل يوم 50 3000 واحد نعمة. أعطية النعمة. يبقى أول الخطوات كانت كده، انتصار المسيح وإكماله مشيئة الآب. يا بتا آخر حاجة، في يديك أستودع روحي، بعد ما قال قد أكمل، وبعد ما قال إيل إيل لما شبقتني قد أكمل وأنا عطشان، دي كانت الكلمة الرابعة. القيامة أقامنا معه، لسه ما وصلناش فوق، أصعدنا معه بعد إيه؟ بعد 40 يوم، وقعد يعلم مع التلاميذ 40 يوم، أصعدنا معه وأجلسنا معه. المسيح جلس في اليوم 40 بعد القيامة. يوم 50 يقول كده الكتاب، سابيا من أول يوم 40، طبعا من القيامة، من أول يوم القيامة، مش من 40، قصدي من أول يوم القيامة، مش أول من أول الصعود، سابيا. وبعدين ابتدى العطاء في اليوم 50، أعطى الناس عطايا. أعطاها إزاي بقى؟ يقول كده، ولكن لكل واحد منا أعطيت النعمة. النعمة جت بروح القدس، منعم علينا. الملك كلم مريم قال لها إيه؟ سلام لك أيتها المنعم عليها. بعدين تقول كيف يكون هذا؟ قال روح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك. دي نعمة إلهية أن الرب أعطانا ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس. ولكل واحد منا أعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح. إيه القياس ده؟ اسمه قياس هبة المسيح. متفسرنا يا بولس قال القياس ده كل واحد زي التاني، وما فيش واحد زي التاني، ربما جايز ننزل بعض، لكن القياس ده لكل واحد. ايه اللي اعطي ده؟ يقول كده، ولكن لكل واحد منا اعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح. الست اعداد الاولى خدناهم في الصبح، اللي هو اتختمت باله واحد، اله واب واحد، اتكلم عن طبيعة الله في ان يريد ان يتحد الانسان به، وخلقه وصورته عشان يكون شركاء الطبيعة اللي هي مع اللاهوت نفسه، مع الله. هنا ايه اللي مطلوب مننا احنا كاعضاء الجسد؟ دي كمالة الكلام. عشان كده في اول عدد في صح 4، فاطلب اليكم ان الاسير في الرب ان تسلكوا. مطلوب مننا ايه؟ ان تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها، على الاثنين بكل تواضع ووداعة وبطول انام، محتملين بعضكم بعضا، مجتهدين ان تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام. عدد 4، جسد واحد، روح واحد، كما دعيتم ايضا في رجاء دعوتكم الواحد. وبعد كده بتكلم عن الآب، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، إله وآب واحد. فإحنا عشان نقدر نسلك ونتمم مشيئة الله ونسلك كمسيحيين شركاء الطبيعة اللي هي أعطيت لنا هذه النعمة، وأعطيت بقياس. إيه القياس ده؟ حسب قياس هبة المسيح. أي النعمة وعطيت الروح القدس هبة من الله بالقياس. القياس ده حسب ايه؟ في 4 مقاييس كلها مرتبطة ببعض. حسب قياسي هبتي المسيح. عشان نفهمهم لازم نقرأ كده 1 و2، بعد نربط الكل مع بعض. 3 أو 4 هما غالبا الرابع متكرر، لكن هنقراها شو دلوقتي. لذلك أقول الصعد على 7 وأعطى الناس عطايا، وأما أنه صعد فما هو إلا هنا نزل أيضا أولا لأقسام الأرض السفلى، الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل، وهو أعطى البعض. هنا ابتدى إيه؟
العطية مختلفة من واحد لآخر، أعطى البعض، أعطى البعض أن يكونوا رسل، ودول محدودين 12. صحيح الكنيسة الأرثوذكسية زودت واحد اليومين اللي فاتوا، ده كلام ملوش ما يدخلش دماغ حتى حد. عينه مرقس رسول، يعني ليه؟ عشان الكاثوليك بيقولوا احنا بتاعنا بطرس ده رسول، لكن بتاعكم انتوا لما راحوا زار البابا ده، البابا ده، فالراجل البابا الكاثوليكي سمى مرقس بطرس الرسول وسمى مرقس الانجيلي، يعني اللي كتب له انجيل، ففي فرق طبعا بين الاثنين. فطبعا راح ده معين ايه؟ مرقس رسول. ربنا يبارك الكل. وهو اعطى البعض ان يكونوا رسلا، ودول اللي عينه مسيح، عينه مسيح، لانهم رسل مين؟ اسمهم رسل المسيح الاثني عشر. مين اللي رسلهم؟ المسيح، هو ارسلهم، هو اختار المسيح في المكان في جسد، اختار 12 واحد مكتوب عنه ان ياخذ وظيفته اخر، وربنا عارف كده، هو بيختاره انه ده اللي هيسلمه، ده ابن الهلاك. مين اخر؟ ده ربنا يحدده، شاول الترسوسي بس، وظهر له وشاول قال الست انا رسولا، ايوه الم ارى ربك، خلاص يعني غير حياته تشهد له، ربنا اختاره، هذا لي انا مختار، يعني ايه؟ فالرسل يختارهم المسيح فقط. إذا كان قال يعني الحصاد كثير والفعل قليل، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل الفعل، يعني الفعل كمان يرسلهم ربنا، ما حدش يقدر يرسل نفسه كده، أنا خادم الرب. هي إيه وظيفة خادم الرب؟ إيه خادم الرب دي؟ ما أعرفش. خادم الرب اللي يرسله ربنا يعني. فكيف يؤمنون، كيف يكرزون إن لم يرسلوا من مين؟ من الكنائس. ما فيش حاجة اسمها كنائس ترسل كارزين. ما الروح القدس بيعمل إيه؟ الروح القدس كده طيشة؟ إيه الروح القدس بيعمل إيه في الدنيا؟ هلا إذ أرسل من الروح القدس برنابا وشاول، وبرنابا ما قالش عمره ولا حد قال إن الرسول، طب بالاحرى يكون برنابا ده حتى خلب لخال مرقص، يعني الدنيا ماشيه كده سياسه، لكن كلمه الله ثابته للابد والسياسه كلها ضيعه. فهنا البعض اولا يكون رسل، وبعدين في ايه تاني؟ بعض انبياء، ايوه مرقص نبي صحيح، نبي ليه؟ لانه ربنا اداله الانجيل، يعني اقل من كده ايه؟ يعني حتى داود مكتوب عنه في العهد انه نبي لانه تنبأ عن المسيح. انجيل مرقس في النبوات طبعا، امال ده انجيل، هو نبي صح لكن مش رسول. والبعض مبشرين، كل كنيسه لها نظام في المبشرين، وكل الكنائس مش يعني مش دايما ماشيه مظبوط. فاحنا مثلا عندنا في السودان هناك المبشر ده حاجه ايه؟ الغلبان خالص، بيتحكم فيه مجلس الكنيسه، نظام الكنيسه الانجيليه كده، المشيخيه في السودان، وفي حته اي حته ما اعرفش، اي انا اعرف في السودان، ما عندناش في مصر احنا مبشرين، المجمع ما عندوش مبشرين، عنده اسس بس، لكن السودان فيه مبشرين كتير. ليه؟ عشان بياخدوا اجر اقل، ودول اللي يروح يلفوا القرى ويلفوا يلفوا يبشروا بالمسيح، ده مش المقصود هنا. المبشرين دي جايه بعد الانبياء على طول، اولا رسل، ثانيا لا اولا رسل اولا، وقت البعض لا متاسف انا ما قالش اولا، يا موجوده في افسس في حته ثانيه، اولا رسل برضه، ثانيا انبياء، لكن هنا ما قالش اولا وثانيا. أعطى البعض أن يكونوا رسل، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، مكتوب ما أجمل المبشرين بالسلام، المبشرين بالخيرات، البشرة الحلوة، القائلين لصهيون أن إلهك. مين المبشرين دول؟ مفروض كل واحد فينا ليه هذه النعمة بدرجة ما، في واحد كله
تفكيره تبشير، في واحد تبشير جزء من حياته، لكن بشرى طيبة نحن نحملها للآخرين إنجيل يسوع المسيح. وإنجيل يعني بشرى، نحمل إنجيل ونتكلم، فنحن مبشرين بالمسيح. البعض اللي كده الآخر ذكر بعض ما ذكرش من أولا ثانيا ثالثا، لا دي مذكورة برضو هنا فينا نفتكر، وفي في كورنثوس أو مذكور، احنا بندرس بس أفسس 4. والبعض رعاة ومعلمين، ونلاحظ ان جايب رعاة ومعلمين مع بعض ما يتفصلوش. الراعي لازم يكون معلم، ما يعني راعي يعني حضر لهم مثلا مسكن كويس، دي وزارة الإسكان تعمل كده، حضر لهم أكل كويس برضو أكل جسدي يعني ما ينفعش. الرب راعية قالها داود ليه؟ لأنه هو كان مثل الراعي الممتاز، أكيد ربنا اختاره، ما تركش الأسر والدب ياكلوا، مستحيل ياكلوا، قتلهم الاثنين، عملوا روح القدس طبعا، مش ايده ايه ده، هات عيل عنده 12 سنة ويقتل ايه ده، أسر ودب لينقذ الغنمة من الأسر ودب، قتلتهم جميعا، ده راعي صالح. الراعي غير الأجير، الأجير يهرب لما يلاقي الذئب، الراعي ما يهلق ما يهربش، يقتل الذئب زي ما دوكا قتل الأسر والدب. الراعي يعني معلم، رعاة ومعلمين. إيه هدف كل دول على بعض؟ الرسل والأنبياء والمبشرين والرعاة والمعلمين، كل دول لأجل تكميل القديسين، أي تكميل جسد المسيح. الواحد بيتعجب يعني إن الإنجيل مش بيقروه ناس من الطائف، الطائف التقليدية. طب يعني إيه القديسين عندكم؟ القديسين هو الذي يعينهم البابا. هو طب دول كان في بابا تابع عين قديسين؟ طب وكورنثوس اللي كان فيه واحد منهم واخد مرات أبوه، يقول لهم الإخوة القديسين في كورنثوس، هو فين؟ لا وإيه، ومش بس يعينوا بابا، يعينوا بابا بشرط، الكنيسة الكاثوليكية الشرط بتاعها أن يكون بالتأكيد قد صنع معجزة، فعينوا واحد فعلا عمل معجزة، وأنا شخصيا أشك في إيمانه، إيه ده؟ ما عمل معجزة، تم سحرة فرعون عملوا معجزات، وفين دي في الإنجيل؟ فينها في الإنجيل؟ وإيه الفرق بين القديس اللي عمل معجزة والتاني ده يسمى إيه مثلا؟ تاني ده اللي ما عملش معجزة. عندنا تلاميذ المسيح، مين اللي فيهم عمل معجزات بحسب الكلمة الله؟ هو بطرس وبولس. طب يوحنا بلاش ده، طب يعقوب، مش عارف بيفهموا الكتاب المقدس ازاي، انا متاسف يعني الواحد صعبان عليا يعني عليهم، مش يعني انا ماليش بيني وبينهم حاجه، مش يعني لا حاضر افيدهم ولا حاضر، لكن ليه كده؟ دي ايه واضحه جدا، القديسين، مين القديسين دول؟ الكنيسه. ليه؟ لان القديسين دول هم جسد المسيح لعمل الخدمة، مش كده ولا ايه؟ لبنيان جسد المسيح. مين القديسين دول؟ جسد المسيح، يبقى كل المؤمنين قديسين، هي دي عزة فكاكة. الرسل والأنبياء والمبشرين والرعاة والمعلمين عشان بنيان لأجل تكميل القديسين، نمرة واحد، لعمل الخدمة، يعني مش بس القديسين يخدموا برا، يجيبوا ناس للمسيح يؤمنوا من جديد، خطاوة يؤمنوا يعني، يعني أولا الرعاية لتكميل القديسين، وبعدين لعمل الخدمة، وأساسا لبنيان جسد المسيح. وده أهم حاجة، المسيح أعطى الناس عطايا وهو الآن لا نعرفه حسب الجسد، مش معانا في الدنيا، مع أنه معانا بالروح لكن مش بالجسد، أنا معكم كل الأيام بس مش بالجسد، بالروح.
أهم حاجة عايزها المسيحية وعايزها الآب إيه؟ وعايزها الروح القدس إيه؟ حاجة واحدة بس، إيه هي؟ تكميل جسد المسيح. في حاجة ثانية غير كده؟ الخاطئ يتوب والمؤمنين ينمو عشان ياخدوا أكبر الأكاليل ويمجدوا الآب السماوي والرب يمجدهم في السماء. بس ده الكنيسة وظيفتها كده، ملاش وظيفة تاني. لعمل لبنيان متأسف لأجل تكميل القديسين، لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح. وإيه الهدف بتاع ده أيضا؟ إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان. ومعرفة ابن الله. طب ما احنا عرفناه لما خلصنا. ايوه دي بداية المعرفة. انت بس عرفت انك هالك وتمتعت بالخلاص. ده لسه بقى ايه الرسالة لما انت تمتعت بالخلاص مطلوب منك ايه؟ بولس قال لي اعرفه طبعا، وكل يوم بعرفه، كل يوم بعرفه، كل يوم بعرفه. وحياة بولس متغيرة جدا. الحتة 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 لغاية لما ربنا كمل له خالص قبل ما يسافر. وكانت في الأواخر جدا لما خدم في أورشليم، لأن دي كانت مدونة في التكليف اللي ربنا مكلفه به، وإلى إسرائيل ليحمل اسمي أمم وملوك وبني إسرائيل. إحنا كأولاد الله كجسد المسيح ننمي بعضنا بعض. دي خدمتنا، دي رسالتنا، تكميل القديسين لبنيان، لعمل الخدمة لبنيان جسد، لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح. والمطلوب عشان الواحد يعرف ماشي صح ولا غلط، المطلوب إلى أن ننتهي جميعنا، أي نتقارب ونتفق جميعا. معناها كده أن احنا وصلنا لربنا عايزنا نوصل، أننا جسد واحد كما أن الله واحد، وأننا خليقة جديدة في المسيح الواحد. هذه وحدة اللاهوت، الآب والابن والروح القدس والكنيسة. غير كده لا، غير كده في غلط وفي لغط وفي عدم مفهومية لما احنا شايفين ربنا. إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله. هنا نقط كثيرة، أن كل عبارة مستقلة بنفسها. إلى إنسان كامل. إنسان كامل دي يعني كل واحد بفرد، وكلنا مع بعض نكون جسد كامل بالطريقة دي. إلى إنسان كامل، وتيجي هنا قياس مرة ثانية. إلى قياس قامة ملء المسيحي. ايه قياس قامة ملء المسيح؟ وايه قياس هبة المسيح الأولانية؟ وكمان ايه حكاية نكملها بقى، فضلنا عدد او اثنين عشان نعرف التالتة كمان. على قياس، على قياسي، على قياسي كل جزء يحصل نمو الجسد. ثلاث قياسات في دي. أول قياس، احنا موضوعنا القياس بس بنفسر بأن احنا نقرأ التفاصيل بين الاثنين يعني. أول قياس هو ايه؟ قياس هبة المسيح. يعني الرب صعد العلاء سبع أعطى الناس عطايا. ايه الهبة؟ ايه المسيح يعرف جيدا بكامل العلم والمعرفة جسده. في مثل بلد يقول لك ما حكة جلدك يا مصر ظفرك، حاجة زي كده يعني. مش عارف احد يحكيني في حتة عايز احكها الا انا. المسيح عارف بالظبط هو طالب ايه من كل بني ادم، وبيديله اثناء الولادة كل ده في البطن، بيديله التكوين من كل وجه.
التكوين النفسي، تكوين يعني الروحي، الاستجابة النفس للروح، التكوين الفكري، التكوين الذكائي، التكوين كل شيء متكون في بطن الأم بيديله. لما كون الرب بطرس عارف انه ما ينفعش لخدمة الأمم، ما ادالوش هذه الخدمة، ما ادالوش. لما كون شاول الطرسوسي عارف انه هو ده اللي هيخدم الأمم، ادهاله. بطرس يستحيل، أعلن له الرب كذا مرة فيش فايدة، هو يهودي مش أمي، خلاص. طب وانتوا كلكم اليهود خلاص، وفينا ريحتنا يا أخي، خدمتهم مقرفة. ما قالوش كده لا سمح الله، لكن خدمتهم صعبة قوي، نجيب لنا مرار من الأخوة في أورشليم. بطرس لما خبر كارنيليوس خد مع اخوه عشان يشهدوا معاه ان هيتحاكم في اورشليم، ده اول الرسل خايف يتحاكم، ويعقوب يقول له كلام مش حلو، ويعقوب ده اخو الرب، وفعلا قالوا له كلام واتخانقوا معاه، واجهوا الاخوه يعني وايه عملت ايه، فخلى الشهود يشهدوا معاه، قال له ما انا اقدر. طيب وبعد كده راح لبولس، راح ما اكلش، مش قادر، ما يقدرش، ما يقدرش، ما يقدرش ياكل مع الامم، ما يقدرش. اللي كان اليهودي اكتر منه هو شاول الطرسوسي 100 مره. بطرس ما اتعلمش عند غمالائيل ولا تشرب السم بتاع الغمالائيل، من غمالائيل معقول شويه يعني، مش ما هوش معلم، لكن طبعا الناموس ناموس. بطرس بسيط شويه، لكن دوك عميق قوي بولس، مع ذلك تغير في ثانية، عكس تمام خبرته السابقة عند المعلم غمالائيل. كان أسهل على بطرس يعمل كده، ما قدرش، مش قادر يعملها. ربنا ما ادهالوش، ما ينفعش خدمة أم، أو يفتح الباب بس خلاص يا كارنيليوس، خلاص مع السلامة، في غيرك يكمل. ده بولس طلب انه يقعد في اورشليم، قال له ده انا يا رب هم عارفين انك كنت شاهد على استفانوس شهيدك وكنت راضي بقتله، حكون هي خدمتي. قال له لا، كان رب يقول ماليش غيرك، روح للامم بعيده. هيروح مين للامم غيرك؟ ونشكر ربنا. فمن البطن ربنا عارف، وبيهب هذه الهبات حسب قياس هبه المسيح. ده خدمته كده. لذلك طبعا في حاجه لحريه الانسان، ان ربنا بيسمع من البطن، يعني التكوين حاجه ما نقدرش نوصلها ازاي بيوصل الانسان كده، لكن بحسب قياس هبه المسيح، وحسب يعني تكوين الانسان في البطن واراده الانسان اللي بيعرفه هو رب مش احنا، فبنطلع احنا منتعجن في البطن مهيئين لخدمه ما، كل واحد غير التاني. ده اسمه قياس هبة المسيح. في آية تانية مش موجودة هنا لكن تفصل لنا أكتر المعنى. إن الذي يعطى كثيرا يطالب بأكثر، والذي يأخذ قليل يطالب بأقل. كأن الإنسان في بطن أمه قبل ما يتكون حتى، الله يعلم كل شيء، والرب بيشوف الإنسان ده إيه ويقدر يجيب منه إيه على آخر ما يجيب عشان ما يخسرش. فبيديله اللي قياس هبة المسيح هو ده عشان يعمل الخدمات دي. طب هو ده اللي واخد يعني اللي في بطن أمه واخد أقل من غيره، زي ما قلنا بطرس مش واخد الأمم لكن التاني واخد الأمم. طب هيحصل إيه؟ لا، كل واحد حسب ما أخد. عشان كده ما أقدرش أنا أقارن نفسي ببولس ولا كان لازم أوصل، مش هقدر أوصل لبولس لأن أنا مش واخد أنا قد بولس. فكل واحد حسب اللي هو واخده من الرب ينفذه، يبقى وصل 100% على طول. فقياس هبة المسيح، ودي اللي جاية بعدين، اللي حسب قياس كل جزء اللي في الجسد، حسب قياس يعني كل جزء في الجسد ليه قياس، وحسب هذا القياس مع قياس هبة المسيح يمكن أن يصل لقياس اللي هو اللي قال عنه في الآخر قياس قامة ملء المسيح، أو افتكر هي موجودة، افتكر مذكورة، المهم مش مذكورة، مذكورة في حتة تانية، حسب قياس قامة ملء المسيح إن أكمل الجزء اللي ربنا مرتبه له، فلن يأخذ أحد إكليله.
فممكن يصل واحد إلى يمين المسيح لأنه جاب 100% من القياس أو 99، يمكن 100 صعبة شوية، ما لحم مش متخيلة يعني، ربنا عارف طبعا. 99 من إيه؟ من المطلوب منه. 99 اللي مطلوب منه ممكن يكون 93 من المطلوب واحد تاني، ما ياخدش المكان لأنه واخد قياس هبة المسيح كان ليه كبير والمنتظر منه كتير. فالحقيقة العدل الإلهي عجيب جدا. يعني في ناس بيتولدوا عندهم معوقة مش مطلوب منهم إلا حسب الإمكانية بتاعتهم، في كل واحد في خلقته في ترتيب الرب لي في مقاسات مخلوق بها. قياس الهبة يوهب إيه بالضبط؟ إيه المواهب تعطى له؟ في الإمكانيات الذهنية والإمكانيات الروحية والإمكانيات الطاعة وإمكانيات عدم العناد وإمكانيات الاستماع أفضل من الذبيحة وإمكانيات تصديق الله مهما الرب قال وإمكانيات كثيرة جدا أغلبها كان موجود عند بولس الحقيقة، لأنه تغييره رهيب جدا وتأثيره فعال جدا، وكاتب لنا في الكتاب المقدس يعني حاجات عميقة بشكل لا يوصف يعني. الغرض كله أنه أن جسد المسيح زي الجسد ده، الجسد ده يمكن ما فيهوش ضفر مقاس التاني، ده الضوافر اللي بينه دي كم وكم اللي جوه، ما فيهوش حتة زي التاني أو جهاز فيه مطلوب كده خلاص. لكن هذا الجسد يرمز لجسد المسيح والمطلوب بنيان هذا الجسد. ومين المكلف بالبنيان؟ الأعضاء، أعضاء الجسد. إزاي؟ بالطاعة الكاملة للروح القدس وأن يمتلئ بالروح القدس لكي يتمموا هذه الطاعة بحسب مشورة الرب اليوم. مش ممكن الرب يدي مشورة لواحد مش واخد عليه، واحد ما بيقعدش معاه، يعرف صوته إزاي؟ خصوصا أن الشيطان يقدر يقلد صوت المسيح كملاك نور، مش بس يقلد صوت، يقلد منظر ويقلد مشهد ويقلد نور كمان. ازاي نميز؟ بالعشرة مع الرب وبإحساسنا بالروح القدس اللي فينا. ده غلط، امتني امتنع على طول. ده صح، امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن. وربنا ليه بدينا نمتحن؟ عشان يكافئنا على الامتحان. ده اعظم عطية اداها لابراهيم لما الرب امتحنه. فالرب يخلينا نمتحن، يخلي يسمح للشيطان يجربنا، والشيطان لما يطلب من ربنا ربنا بيديله اجرب عشان يختبر الانسان ده. طلب يغربلكم، اتغربل كان هيضيع فيها بطرس لولا ان الرب طلب لاجله ان لا يفني ايمان. فان واحد يتخيل ان مش ماخد موهبه يبقى انا عايز موهبه، وتبقى عندك مشكله لو ما ادى ربنا ما ادالكش وانت بتشب فيها، لان اللي بياخدها دي مسؤوليه. الموهبة اللي ربنا ادها لك تمامها. ما أسوار أورشليم اتبانت أيام نحاميا، كل واحد رمم الحتة اللي جنبه في السور، اتبان السور، خلص السور. أنت قدامك الحتة دي خلاص وقسموها، خلص السور. وده طبعا رمز للجسد لأن ده بالهيكل، السور بتاع أورشليم اللي هو فيه أسماء الأسباط، لا ده أساساته للكنيسة، أساس سور الكنيسة، رسل المسيح الاثني عشر. فعمل الخدمة وبنيان جسد المسيح إنه الطاعة الكاملة لصوت الروح القدس بحيث نستحق كلمة نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل وقيمك الكثير، ادخل إلى فرح سيدك. المصيبة أن أحيانا الواحد ده بفكر شيطاني يتصور أن الموضوع مالوش علاقة بالحاجة دي، ليه علاقة بالمرئيات. أنا جمعت فلوس قد إيه يبقى أنا أعظم كنيسة، أنا عملت كلية لاهوت يبقى أنا أعظم كنيسة، أنا بنيت كنيسة يعني اتكلم عنها السادات، قال لك الكنيسة الكريستال في كاليفورنيا، كان خدوا رئيس الجمهورية وقتها اسمه ايه
شبه هادي ده اسمه ايه ولا شيء اللي شبهه كارتر، خدوا للقس الكاثيدر مبهور وسادات ونضع شيخ الجامع ما تعمل لنا مبنى كبير بالكريستال كده. كلامه كلام في الهواء هو. فيعني المقصود مش دي الحاجات اللي هي دليل نجاح. انا مش دعوه بيه، هو على عباحه دلوقتي، مش دعوه، مش بتكلم عنه يعني. لكن بتكلم من اي حاجه مظهريه الواحد يفتكرها. لا مش هو، امال ايه؟ انك تتقي الله وتحفظ وصاياه وتنفذ مشيئة الرب في حياتك، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان وعدالة الله، إنه قياس قامة ملء المسيح مرتبط بقياس هبة المسيح. في واحد لما يكمل نموه الجسدي يبقى طوله 160، خلاص من يزيد على قامته مش هيبقى 165 ولا عمره حيطول. ليه؟ هو ده مطلوب منه كده، ده المطلوب منه. واحد لما يكمل نمو الجسدي يبقى 180، جليات لما يكمل نمو الجسدي يبقى 3 متر و 80 سنتي. هكذا جسد المسيح في كل واحد، وبذلك يكمل الجسد. وحينما نتمم مشيئة الله في حياتنا من كل جهة نطمئن جدا، استريح جدا. امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن، والروح القدس معنا والمسيح معنا. والمسيح نسمع كلمة منه كده من ورانا يقول لنا لا دي مظبوطة، لا دي مش مظبوطة، أو مظبوط، نمشي نمشي في المظبوط، والروح القدس يضربنا في جوه من قلبنا، بيضرب زي ما ضربوا، زي ما ضرب قلب داود لما كان قطع طرف جبة شاول، ضربوا واعترف لشاول، وبعدين بقى حباب شو قلب عليه شاول لغايه لما شاول مات وهو اخذ نصيبه في الملك. الختام بتاع تاملاتنا النهارده هو من 15 و16، بل صادقين في المحبه. قبليها كي لا نكون في بعض اطفال مضطريه، مش عارفين نعمل ايه، نتصرف ازاي، متلخبطين، مش فاهمين ايه يعني، ايه الكلام الفارغ ده؟ واحد اختبر وعايش في عمق المسيح يعني مش عارف يعمل ايه؟ مين اللي عارف يعمل ايه؟ يا اخي انا زهقت، زهقت مش عارف اعمل ايه، هطفش من يعني الكلام الفارغ ده. طفوله رهيبه طبعا، غالبا بيقولوا كده مش مؤمن يعني، لكن انسان فينا مش عارف يعمل ايه، يعني مش عارف تعمل ايه. مالي الصديق كشبل ثبيت، لان الخطه المرسومه من الله لنا نحن نتممها. تمم خدمتك، نكمل خدمتنا، لا نكون أطفال مضطربين بل إيه؟ صادقين في المحبة، ننمو في كل شيء. أولا الصدق في المحبة علامة من علامات الإيجابية اللذيذة في النمو الروحي. أنا ماشي صح، معناها أنا بنمو في المحبة للجميع، ما عنديش مشكلة مع حد حتى الخاطي. ما اللي حصل له ازاي اذا كنت انا خلاص؟ لا، ننمو في المحبه. لما اتعامل مع اي شخص ينبغي ان اتعامل بهذا الفكر، ايه اللي يفيده عشان اعمله له، او ايه اللي يفيده عشان اعلمه له، او ايه اللي يفيده عشان اقوله له، مش ايه اللي انا عايزه. لا ما ينفعش. غير طالب يقول بولس ايه؟ ما يوافق نفسي بل الاكثر عشان يخلصه. هو يوافقوا ايه؟ يعني كتير ناس في غيرتهم الروحيه بس بيخطئوا مع كذا واحد نصر، اعمل كذا، اعمل كذا ليه؟ ايه عشان ايه يا سيدي؟ هو امكانياته كده بقى، ده يشجعه ولا ده يبعده؟ يعني اي خدمه واحد لازم، حتى واحد رئيس شغل لازم يشجع الموظف الصغير عشان يعمل حاجة كويسة ويتبني ويبقى الشغل يمشي كويس، مش يكسر. وإيه هو ده؟ المهم ننمو صادقين في المحبة، ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس، أي النمو الروحي
والاقتراب للرب. الاقتراب للرب ده يبان قوي في فهم الآيات، في الإدراك الصحيح، لأن الروح القدس يرشدكم إلى جميع الحق. ربنا يدينا نمو وروحي بحيث الواحد يحس بيه النهارده غير امبارح، تلذذ بالرب، اتضاع أكمل عند قدمي الرب، تسليم كامل لشخص الرب، لا قلق، أن ألا تقلقوا، لا تهتموا بشيء، ما بيهمنيش، لأن الرب موجود، ومن ذا الذي يكون والرب لم يأمر. ننمو في كل شيء لذاك الذي هو الرأس المسيح، الذي منه، عدد 16، من المسيح كل الجسد مركبا معا. أي مؤمن يكره مؤمن دي مصيبة، إذا كان دم أنت مركب معاه في جسد المسيح. طبعا في ناس مش مؤمنين بيروحوا مؤمنين، ما لناش دعوة بيهم، يعني أنا يعني لا لك، أنا حاسس إنه مركب في جسد المسيح، إن ابني بعض، ما نهدش بعض، الإحساس إنه هذا مؤمن، أخ في الإيمان، والرب يقول لي كده، نبني بعض، ابنوا بعضكم بعضا بإيمانكم الأقدس. الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤازرة كل مفصل حسب عمل، يعني كل مفصل، كل مفصل في الجسد ليه عمل، فليه مقاس العمل ده. ما ينفعش لو كان ما زيادة شوية المفصل، ما ينفعش، مش عشان عارف يقضي الشغل، ما ينفعش لما يكون قليل، أقل من المطلوب. فالقياس واضح ومحدد من قبل الله، وبيعطيه الرب لعضو الجسد. ينبغي أن كل الجسد يبني بعضه بعض ويشجع بعضه بعض. ليه؟ لأن ممكن واحد يخور، واحد ممكن يتعب ويغلط. أصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة. لازم يلاقي كومة ناس حواليه تبنيه، كومة أعضاء في الجسد هم من عصرته مش ندوسه. الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤازرة كل مفصل حسب عمل، على قياس كل جزء، المقاس بتاعه كده لأن وظيفته كده. المفصل ده يعني المفصل ده أصلي ما هوش مثلا ذراع ولا بتاع، حاجة مفصل بيوصل بس، فبقاسه صغير، لكن ده هو مطلوب منه بالظبط. ولو كان الجسد بغير مفاصل يتحرك ازاي؟ يتحركش. مش لان واحد كبير في الجسد يبقى الصغير ده ملوش لازمه، يعني ما ينفعش كلام ده خالص. كل واحد ليه قياس الهي وليه عمل الهي، وبمعرفه الله الكامل المعرفه حدد له كل هذا لكي يتمم مشيئه الله في حياته. كل اللي عليه يتمم مشيئه الله في حياته، بالاقتراب إلى الله، بالاتحاد بالله، بأن يقبل أولاً عطيته الروح القدس، ثم ملء الروح القدس يزداد في النعمة، وبذلك يتمم العمل حسب عمل على قياس كل جزء، في النهاية يحصل نمو الجسد، ينمو لبنيانه في المحبة. هذا هو بنيان الجسد. لو سألنا أي واحد في العالم، حتى يعني مؤمن آمن النهاردة، نقول له ما هي علامات النجاح بين الكنائس؟ كنيسة تحب بعض ولا كنيسة مبناها كله شوية بيكبر؟ مش عايزة سؤال، مفهومة. الله محبة، يبقى إيه؟ خلاص. فيحصل نمو الجسد البنياني في المحبة، دي أعظم شيء تستمتع به الأسرة، تستمتع به الجماعة المتعبدة، ويستمتع به المؤمنين جميعا في جسد المسيح، بنيان الجسد في المحبة. والرب ينعم علينا ويباركنا، وشكرا للرب إلهنا. إيمان وهيبة كده تدونا ترنيمة ولا هيبة مشغولة؟ تفضلوا.
لو عايزين دكتور بشاي هو يعني الراجل متطوع يعني. أنا فاكر هبة مشغولة، هبة شغالة. شكرا للرب. وبعدين دكتور بشاي يجمع لنا التقدمة ويصلي لنا، ثم نختم معا بالصلاة الربانية. إن أحيا مع المسيح أحيا كما يريد، نقضا هيكل نفسي حتى هو يزيد، فأدخل العمق معه وأنمو في الشركة لأحيا وسط العالم مسببا بركة. أذهب بالبشارة لبعيد وقريب، فالمسيح آت آت فيوم الرب قريب. إن أحيا مع المسيح أحيا كما يريد، نقضا هيكل نفسي حتى هو يزيد، فأدخل العمق معه وأنمو في الشركة لأحيا وسط العالم مسببا بركة. أذهب بالبشارة لبعيد وقريب، فالمسيح آت آت فيوم الرب قريب. لازم تجمع انت التقدمة ولا بابا حبيبي؟ اتفضل دكتور شاي وبعدين صلي لنا ونختم اجتماعنا بأبانا الذي. I love you نيسن، روح قلب جد وانت.